شكرا لكم حضور هذه الجلسة النقاشية اللي بعنوان مستقبل التلفزيون. أدير الحوار خديجة المرزوقي، وضيوفي في هذا النقاش والحوار يوهانس لارتشر، مدير المحتوى الرقمي في خدمات شاهد دوت نت من MBC. مرحبا بك، ويلكم. طبعا يوهانس ايضا هو العضو المنتدب لدى القسم الرقمي في مركز تلفزيون الشرق الاوسط MBC، وقد عمل سابقا لدى شركه هولو. وايضا معنا في هذا النقاش ونرحب به البرت شفيق، الرئيس في CBC اكسترا. حياك الله البرت. طبعا البرت يمكن ياتي من قسم الصحافه بكليه الاعلام، ولكن ايضا عمل في كمدير تنفيذي لشركه فيديو كايرو للاخبار، وعمل ايضا في عدد كبير من مع كبار المراسلين في العالم ولقنوات تلفزيونيه عالميه مختلفه. شكرا لك لحضورك وحياك الله معنا. طبعا الحديث دائما عن مستقبل الاعلام حديث يمكن بالنسبه لنا يحمل الكثير من الشجون كمهنيين في المجال الإعلامي، لكن بالتحديد لما نتكلم عن مستقبل التلفزيون كيف يبدو وكيف سيكون خلال 5 سنوات من الآن، خلال 10 سنوات من الآن، وكيف أيضا القنوات التلفزيونية الموجودة في العالم العربي تستطيع أن تتأقلم مع هذا المستقبل. بداية خلوني أسألكم السؤال الواضح، نبدأ معك ألبرت، هل فقدت الشاشة العربية أهميتها لدى المشاهد؟ لم تفقد الشاشة العربية أهميتها، ولكن هناك تحدي للشاشة العربية. التحدي للشاشة العربية جاي من السوشيال ميديا، من ديجيتال، من المنصات، ولكن لم تفقد أهميتها، ما زالت الشاشة مؤثرة متواجدة، ليها تأثير قوي، ما زالت التلفزيونات ليها نسب أوسع من المشاهدين، ويمكن هنيجي لهذا الكلام في وفقا للأرقام، ولكن هناك تحدي قوي أن للتلفزيونات أو للشاشة التقليدية، التلفزيون التقليدي يجب عليه أن يواكب هذا التحدي. كيف سيواكب هذا التحدي؟ التحدي يواكبه بمجموعة نقاط، أهمها أنه يخرج من النطاق الكلام في الاستوديوهات إلى نطاق الأوسع، أن يتواجد ويعيش وسط الناس، أن يقصر من مدد المحتوى، لأنه المشاهد الحالي الآن يلجأ إلى الديجيتال لأنه الكلام كثير في التلفزيونات التقليدية، المحتوى طويل وممل، ولكن يجب علينا أن نقصر من مدة هذا المحتوى، أن نعيش الواقع الحالي بهذا المحتوى، أن نكون أكثر إدراكا، أن الإيقاع أسرع، أن يجب أن يكون الإيقاع سريع، أن يكون هناك صورة، لأنه الكلام بدون صورة هو ملل، هو لن يكون جاذب لأي مشاهد. نعم. يوهانس، هل تتفق أن التلفزيونات لا تزال لديها أهميتها الكبيرة بالنسبة للمشاهد في عالمنا العربي؟ Yeah, absolutely. If you look at some of the numbers, NBC, for example, every night reaches well over 100 million people in the Arab world. So that's a tremendous audience that many Western broadcasters can only dream of. Undoubtedly, the distribution of television is changing. And we at NBC believe firmly that 5-10 years from now, the majority of what we call television content is going to be delivered over the internet. The advantages of internet delivery are so massive over traditional copper wire and satellite delivery that over time you'll see all TV content delivered over the internet. And broadcasters are working hard, including us at NBC, to adapt to that new future and provide services and content that is ideally suited for that future that is ahead of us. حسب ما يقول يوهانس، الهيكلية التلفاز ستتغير. هل تشاهدون ذلك في CBC إكسترا، أن طريقة عمل العمل التلفزيوني أصبحت تتغير بمواكبة لما يحدث في الإعلام؟ طبيعي طبعا، لازم أنه نتغير، ولازم يكون عندنا منصات للشاشات التقليدية، يجب أن يكون عندها منصات إلكترونية ومنصات ديجيتال،
كمان لنقل هذا المحتوى من الشاشة إلى الديجيتال. يعني هل عدد الموظفين مثلا راح يقل؟ هل طريقة العمل راح تختلف من وجهة نظرك؟ في الواقع بعيدا عن الديجيتال، التلفزيون ما هوش عدد ضخم من الناس، لأنه القطاعات وفقا للتوظيف أنت بتشغلي التلفزيون، ومفروض أنه الديجيتال يكون بيعمل زي ما يخدم على التلفزيون، يعني يخدم سبورت. نعم. فبالتالي المساعد بالعكس، هذا الشيء الحالي انه بعض الموظفين الموجودين يشتغلوا ويعملون للتلفزيون التقليدي وايضا للديجيتال، فبالتالي اعتقد انه لا يؤثر على العدد. يوهانس، هل سنصل لمرحلة عندما يصبح المساعد هو الاساس، فالأذرع الرقمية هي الأساس، ويصبح التلفزيون مثل ما يقولون في الخلفية كهيكلية وكإدارة؟ Yeah, I think you have to be careful. Ultimately, it's all about content. It's all about the content people want to see. The way this content is delivered is really not all that important. All I was saying earlier was that we believe over time content will be delivered over the internet, including live channels. So if you have channels like NBC One today, there's no reason those channels shouldn't be delivered over a digital package in addition to satellite. That's where the world is going. So one good thing that is happening, and we have to be conscious of that, is that consumers are much more empowered today than they ever were. Today you can see what you want, when you want it, and on whatever device you want. And as content creators, as bundlers of channels and distributors of television, we need to provide solutions that cater to that new reality of consumers being a lot more empowered in how they access premium video content than they ever were before. نلاحظ أيضا في الآونة الأخيرة دخول كثير من الشركات التكنولوجية عالم صناعة المحتوى، وهذا الدخول يعتبر منافسة مش فقط للتلفزيون، ولكن أيضا منافسة للصحف ومنافسة للإذاعة وحتى ربما منافسة للسينما والمسرح. كيف ممكن أن يؤثر ذلك على صناعة التلفزيون؟ اليوم نتفليكس متواجدين في العالم العربي، أمازون تدخل بقوة أيضا في مجال الإنتاج، أبل تي في بلس تم الإعلان عنه قبل يومين وراح يحتوي على الكثير من البرامج الخاصة بأبل تي في. كيف راح يؤثر هذا من وجهة نظركما، إذا نبدأ معك يوهانس، على صناعة التلفزيون في المنطقة؟ I think it's very positive for the industry. Television has three core audiences or constituents. There's the consumer, there's the advertiser, and then there's the content creator. And we believe that all three of these constituents are going to benefit significantly from television moving to a digital medium. Consumers will be able to get the content they want, when they want it, where they want it, how they want it. Advertisers are going to get much more targeted ways of communicating with those segments of the audience that they want to reach. And because more and more content is getting consumed now that we are digital, content creators themselves have a lot of opportunity to create more content. So the demand for content is going up. All of us will be benefiting from this transition that is underway. يوهانس يشوف ما في منافسة، بالعكس يشوف هذا تحفيز لصناعة محتوى أكثر. هو تحفيز طبعا، ولكن انا بس عايز اختلف في نقطه، انه هذه المنصات لن تؤثر على الاعلام التقليدي. خلينا نمشي بس مع بعض كده. وفقا لاخر احصائيه عملتها البي بي سي، ودي كانت اخر احصائيه في 2016، انه عدد مشاهدين التلفزيون التقليدي في الوطن العربي هو حوالي 90%، و60% ما زالوا يستمعون إلى الإذاعات. لم يتغير، ما عندناش إحصائية تقول أنه المجموعات المشاهدين أقلعوا عن مشاهدة التلفزيون التقليدي إلى الديجيتال. وفقا لإحصائية أخرى كمان بتاعة International Telecommunication Union، ودي وفقا للاتحاد للأمم المتحدة، أنه نصف سكان الكرة الأرضية يستطيعون الاكسس او الدخول على الانترنت. فعندنا نص سكان الكره الارضيه ما عندهمش انترنت. الحاجه الثانيه، البلاتفورمز ديجيتال هي بلاتفورمز مدفوعه، وكل ما بحاول اشوف حاجه اكتر بدفع.
ولكن معظم القنوات في عالمنا العربي هي free to air، هي بدون أقل تكلفة. في جزء مهم جدا أنه وفقا لكبار السن هي الأسهل، هي ما زالت الأسهل لجزء كبير جدا غير مؤهل على أن يطور نفسه تكنولوجيا وغير متعلم أو ثقافته أقل. الحاجة الثانية أن احنا عندنا ثقافة word of mouth، الثقافة الشفهية في عالمنا العربي، وهي مهمة جدا ومؤثرة جدا. فما زال الإعلام التقليدي هيظل في منطقتنا سنوات طويلة مؤثر وبقوة. هو التحدي كيف نسري المحتوى بتاع التلفزيون التقليدي من فكرة الإيقاع الأسرع إلى أنه يكون عندنا فعلا زي ما كنت بتكلم أنه أفلام مايكرو دوكيومنتريز قصيرة جدا نخرج من نطاق الكلام. هذا هو التحدي أمام الديجيتال كونتنت أو المحتوى المقدم. إن كلامك إيجابي بالنسبة للمستقبل التلفزيون بهالناحية، يعني الناس يطمنون ما يخافون. إلى حد كبير. إذن من أين يأتي التخوف؟ ليش دائما هنالك تخوف؟ دائما هنالك صراع بين منصات التواصل الاجتماعي دائما وبين الإعلام التقليدي، دائما هنالك مصطلح الإعلام التقليدي أو القديم والإعلام الجديد. لماذا دائما هذا الحوار موجود في رأيك؟ لأنه الإعلام التقليدي مازال لا ينقل واقع نعيشه، مازال معتمد على لغة الكلام، ولغة الصورة للأسف في التلفزيون قلت، ولكن أصبح المواطن العادي الحالي أنه بيصور واقعه في الشارع ولا يكون حادثة سير، يصورها ينقلها يحطها على الديجيتال، تأتي آلاف من المشاهدات. في حين نتكلم عن حادثة السير في التلفزيونات التقليدية داخل الاستوديوهات ولا ننقل هذه الحوادث، فبالتالي نقل الواقع هو الأهم. فده تحدي، هو ده الخطر الحقيقي، أنه لو لم يتغير المحتوى في التلفزيون التقليدي وإيقاعه للأسف هيقل نسبة المشاهدة. ولكن هو التحدي كيف أواكب بهذا المحتوى المتخصص جدا، وعندنا عدد كبير من القنوات متخصصة سواء في الرياضة للطفل للمرأة للأفلام للدراما للمسلسلات، تخصصنا في كثير، فعندنا فرايتي واسع من التلفزيونات التقليدية، ويمكن للمشاهد أن يذهب وفقا لما يشاء. ولكن كيف أنمي هذا أو أديفلوب هذا المحتوى؟ احنا بنرجع نتكلم عن تخصص، لان هذه ايضا نقطه فيها يمكن بعد نقاش، هل هي عبء ام هل هي مثل ما يقولون خيارات اكثر للمشاهد. لكن حاب اسالك يوهانس، كيف نقدر اليوم احنا ان الفرد المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي كمؤسسات تلفزيونيه، كيف نقدر نحتويه وكيف نقدر نخليه اقرب لنا ونخلق هذا التواصل بين هذا الفرد المؤثر سواء كان انفلونسر او ما الى ذلك، وبين المؤسسه كمؤسسه اعلاميه؟ So undoubtedly social media is tremendously popular in the Middle East. I just saw some data about YouTube's engagement numbers in the Middle East are higher than anywhere else in the world. So it's extremely popular. As a broadcaster, we obviously look to social media as a way to extend our audience and our programs onto generations that are not necessarily grown up watching linear television. And we use social media to promote our programming and our channels. So at NBC, I run a team that manages our entire social media presence. We have 1 billion that's a billion with a B, monthly video views for NBC content on YouTube, on Instagram, on Snapchat and other platforms. And that content is very, very useful. It drives audiences back to television, and it also drives audiences to our digital platform, on-demand platform, Shahid. So social media play an important role in the ecosystem, but I would look at them in terms of their value to broadcasters, I would look at them primarily as a promotional vehicle that can extend the audience. لا تعتقد أنهم صناع محتوى أيضا؟ هل تعتقد أنهم يستطيعون أن يكون صناع محتوى مؤثرين بنقل المحتوى من منصات التواصل إلى التلفزيون؟
Social media is developing very influential content, but it is primarily user-generated content. So just last week, I believe, YouTube announced that they are pulling out of premium quality television production because they have learned that that is not their core DNA. They are not very good at it. It's very competitive. It's very expensive. And frankly, their brand is not positioned as a place where you go to watch premium TV. You may watch some clips from an NBC show, but you're not going there necessarily to watch a whole episode of House of Cards, for example. So, obviously very strong players, very smart players, very successful players. But I think we have a symbiotic relationship with them. We can work with them and help them, and they can help us. من واقع خبرتك يوهانس، أنت عملت في أمريكا وعملت أيضا في اليابان. كيف تجد التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي واستهلاك المحتوى عليها بين العالم العربي وبين العالم الغربي؟ I think the reality is that the Middle Eastern region is just at the very beginning of adopting consumption of premium video content for the average consumer. There are a few structural challenges in the region that make it very difficult for consumers to access premium video over the internet, including availability of fast internet connectivity, pricing of data plans, very expensive still, although coming down now. And frankly, there hasn't been a great offer in the marketplace in terms of premium quality television available over the internet. So we're at the beginning of the evolution. There's tremendous hope here. You're seeing lots of players coming into the market, Netflix, Amazon, others. And I think it will be a tremendous journey for all of us. Frankly, the rising tide is going to lift all boats in this region. ألبرت، هل تشوف نتفليكس وأبل تي في بلس منافسين أقوياء في المنطقة؟ هم منافسين في صناعة المحتوى، بس أنا يعني عايز أقول إنه المحتوى العربي لسه ما زال ضعيف عندهم، ورغم إنه هم بيستخدموا سواء محتوى مدبلج باللغة العربية أو مترجم، ولكن ما زالت لا ينقصهم المحتوى العربي الضخم مثلما يوجد في التلفزيونات التقليدية. ولكن هناك منافسة، وأعتقد أنها منافسة حميدة لرفع جودة الصورة في الإنتاج الدرامي، وهم متفوقين في جودة عالية في الإنتاج الدرامي. وأعتقد ده يخلينا نفكر كقنوات تلفزيونية إزاي نعلي من الكواليتي بتاع الإنتاج ومن كواليتي الصورة عشان تبقى المنافسة قيمة، وفي نفس الوقت نقدر يكون عندنا منافسة واستعدادات لما هم يبتدوا ينتجوا أكثر محتوى عربي. نرجع نتكلم عن تخصص. بالنسبة للتخصص، وجود قنوات متخصصة كثيرة قد يكون في بعض الأحيان عبء، سواء عبء مادي أو عبء من ناحية الموارد والريسورسز الموجودة. إلى أي مدى يصبح التخصص مفيد؟ ولا أي مدى يصبح التخصص عب؟ يعني لازم يكون عندك قناة مثلا متخصصة في الطبخ، ولا برنامج مثلا فقط في الطبخ قد يكون كافي مع بعض مثلا الإعلام الرقمي؟ فإلى أي مدى أنتم من خلال تجربتكم مثلا في سي بي سي إكسترا، كيف ممكن تتعاملون مع هالشيء؟ أنت ذكرتي مثال عظيم جدا، الطبخ. إحنا عندنا قناة اسمها سي بي سي سفرة، وأنا عايز أقول لك أنه من أحسن القنوات اللي بتكسب عندنا في النتورك. حسبش اللي رمضان ياي بعد يعني. وده التخصص هنا أصبح مفيد، وهذه القناة هي بتغطي نفسها وبتكسب، وفي نفس الوقت عندنا محتوى جيد والإعلانات فيها مفيدة. فأحيانا التخصص مفيد، وأحيانا التخصص عبء لما بتضطري انك لازم ترفعي، بتشتري دراما غالية جدا وتحطي مسلسلات وأفلام، وللأسف انه معظم القنوات عايزة تبقى عندها دراما وأفلام ورياضة وفن، فبالتالي هيبقى العبء ثقيل جدا. انا وجهة نظري انه يجب دراسة السوق كويس،
وإذا كان مثلا مجموعة من القنوات عندها دراما مسلسلات فمش لازم يكون عندها أفلام لأنه في قنوات أفلام، ولكن هو مفيد للمشاهد في الأول والآخر. ولكن كعبء مالي أحيانا عبء مالي ضخم على القنوات، لأنه أصبحت سواء شراء الأفلام السينمائية غالي جدا أو الإنتاج الدرامي غالي جدا ومكلف جدا، وخصوصا في ظل المنافسة اللي احنا كنا بنتكلم عنها أنه أنت محتاجة تطوري من الإنتاج بتاعك وترفعي من جودة الصورة، فبالتالي أصبح عبء مالي. ولكن هو في الآخر في مصلحة المشاهد أنه يكون عنده اختيارات، يقدر يروح للطبخ، للأفلام، للسينما، للسبورت. بين توفر الاختيارات وبين التشبع في السوق أو في المجال الإعلامي يوهانس، كيف يشوف التخصص اليوم لما نتكلم أن هنالك MBC مصر ولا هنالك مثلا قنوات متخصصة؟ شو هي الحدود اللي نقدر نقول أنه أوكي الحين إحنا بنروح بنتخصص بنسوي قناة خاصة حق مصر، قناة خاصة حق دولة ثانية، أو نقول لا إحنا بنعمل قناة عامة باعتبار أن المنطقة العربية منطقة متشابهة جغرافيا، متشابهة كثيرا في العادات والتقاليد وفي اللغة؟ يعني in the digital world, and I'm responsible for MBC's digital part of the business, not for the channels business. In the digital world, the concept of a channel is almost meaningless. If you run a channel like you do, you have limited inventory. You have 24 hours every day that you have to program for, and you can't put more content on than in those 24 hours. In the digital world, your shelf space is unlimited. You can make available content as much as you want and allow consumers to find the content that they are interested in. So the concept of a channel really doesn't resonate very well in the digital distribution business. Our goal at Shahid is to offer Arabic consumers the content they want, when they want it, how they want it. And that means content for the entire modern Arab family, from children's content to adult content to general entertainment content in all the genres that you have mentioned, up to content that is relevant for older people. We're not programming channels, we're making available a store of content, so to say, in which consumers can find what they want at any given time. تكلمنا ايضا عن اعتقد كان الاتفاق بينكم ان المحتوى اليوم اللي يتم انتاجه قد لا يصل الى المحتوى اللي يتم انتاجه مثلا عالميا. من رايك يوهانسن شو هي اهم الامور اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار في انتاج المحتوى؟ يعني شو محتاجين اليوم احنا عشان يكون عندنا محتوى اصلي مبدع قوي يقدر يوصل للجمهور العربي؟ That's a great question. I think I've been learning about this region. I'm new here, and I do see a tremendous rich history of storytelling in the region. I see production industries in the Levant, in Egypt, in the Gulf that are putting out solid quality television content. I think we can all learn a lot from the approach that Netflix and Amazon are taking in creating original content that is tailor-made for not the television audience, but the digital audience. So you're seeing through NBC Studios, which is another one of our groups, we are trying to raise the quality bar in drama production in this region by cooperating more actively with international quality talent on the producing side, on the writing side. Certainly when you look at some of the content that is on television today, that is Arab drama, there's some goodness there, but there is also a lot of room to grow. So we are embarking on an exercise with Shahid where we are investing in original drama content that will be exclusively available to subscribers of Shahid Plus. And I think given that it's behind the paywall, you're going to see us emphasizing different ways of storytelling. We will talk about topics that are not necessarily suited for the general audience, and we will talk about these topics and tell stories in a way that is a little bit more contemporary and edgy, if you so want. Albert, من وجهة نظرك أنت كيف إحنا نقدر نرفع مستوى الإنتاج المحلي؟ هو وجهة نظري إنه الإنتاج المحلي إحنا في إطار السنين اللي فاتت الإنتاج ارتفع وكواليتي بقت أفضل، وأعتقد بقينا أوير وعندنا يقظة جدا أنه نرفع من الإنتاج
ومن كواليتي الصورة. أنا أعتقد المهم أنه يكون عندنا قصص تشد مستخدمي الديجيتال والبلاتفورمز. ما زال التلفزيون هو المصدر الرئيسي للديجيتال، ما زالت البرامج والمحتوى الدرامي وما يبث على شاشات التلفزيون هو المحتوى الرئيسي للديجيتال بلاتفورمز كلها، وما زال هو المحتوى الأول، وهو الديجيتال هو الآن أو المنصات هو عبارة عن مكتبة متنقلة للمحتوى التلفزيوني. مع ظهور المحتوى الجديد أو الإنتاج الجديد زي ما بنتكلم على نتفليكس أو أمازون أو داخل كمان علينا أبل تي في، احنا بنتكلم في دلوقتي لازم أعيش، لازم يكون عندي قصص، لازم يكون عندي واقع، لأنه المشاهد العربي يدرك أهمية الكواليتي والصورة، ولكن يشد أكثر والأكثر جذباً لي هو القصة، هو الصورة، هو الحكاية. ما زلنا مرتبطين بالحكاية، ما زلنا مرتبطين بالقصة، ما زلنا مرتبطين بالصورة. هذا هو المشاهد العربي، وهذه هي ثقافتنا. وأعتقد مهما رفعنا من جودة الصورة، التحدي الأكبر هو كيف ننقله في وسط هذه الجودة قصة. المجتمع العربي لا يزال مجتمع يعتمد على السرد وعلى رواية القصة. خلنا نختم بتحدث عن الأرقام وعن الاستراتيجيات. اليوم في سي بي سي إكسترا، إذا بنقول شو هي أرقام النجاح الموجودة، شو هي استراتيجيات المستقبل لكم كعلامة تجارية؟ إكسترا نيوز هي قناة وليدة لم تتعدى السنوات القليلة، يعني لنا سنتين وشوية كده كم شهر. أعتقد ابتدينا بمجموعة من الإعلاميين والشباب الصغير، وبالتالي أنا أعتقد أنه دي الفرصة الأوسع للاستثمار في الصحفيين الشباب، في الإعلاميين الشباب، والوصول أكثر بهم لخلق أعتقد لاعبون جدد، خلينا نقولها بهذا الشكل. يجب أن يكون في التلفزيونات العربية صحفيين جدد قادرين على مواكبة كل ما هو حولنا الآن، سواء ديجيتال أو ما يقدم أو حتى تحديات ثقافية. كيف شكل هذا الإعلامي اللي أنت تشوفه؟ هذا إعلام المستقبل الآن اللي أنت يستخلقه في سي بي سي إكسترا، كيف أو سي بي سي نيوز، كيف تشوفه أنت؟ يعني شو المهارات الموجودة فيه؟ أعتقد الحالي، الوضع الحالي هو أنه شغالين على مجموعة من أنواع التدريب للمجموعة من الصحفيين عشان نبقى موجودين وننقل قصص وصورة طول الوقت. وأعتقد ده التحدي اللي قدامنا، أنه ما يبقاش عندنا كلام واستوديوهات كتير، تركيزكم أكثر على الشباب يعني. مظبوط. يوهانس، من ناحية شاهد دات نت، شو هي الأرقام اللي تقولكم من we are doing well, we are doing good, we should move faster, وشو هي استراتيجيتكم المستقبلية بالنسبة للمنصة نفسها شاهد دات نت؟ So Shahid has been around for a long time. It was one of the earliest catch-up platforms in the Middle Eastern region, and it continues to do very well as a advertising supported VOD platform today with millions and millions of users and video plays. So we are very happy with how Shahid is performing in its core role as a catch-up platform. A few years ago, we launched Shahid Plus, which is our subscription offer, our premium offer. We believe that we're off to a strong start, but clearly we have our work cut out. We have a lot of improvements that we need to make to our technology and our product, where we have fallen behind what consumer expectations are today. Our strategy is going to continue to be one where we have both a free platform and a premium platform. We believe the core advantage of NBC Group is that we have this massive audience every day on television. We can lead them from television to our catch-up platform, our free platform. And from there, we can offer them content that is only available behind the paywall and convince them to subscribe. So our plans for Shahid are still in, I'd say, since I've arrived, we're taking a very close look at what we will need to do to continue
as the market leader for Middle Eastern VOD for premium video content. Competition is increasing. Lots of new players with very deep pockets are coming into the market. We have to invest in better content, in better technology, in better people, in better marketing. But I believe we have a real opportunity if we move fast and smartly and with decisiveness to continue the success of Shahid into the future. سؤال أخير لكم, إذا 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 بغيتوا توصفون مستقبل التلفزيون في جملة واحدة, كيف راح توصفونها؟ يوهانس. Exciting. Exciting. ألبرت. يعني هو التشويق. تشويق. يعني صعب الوصف, ولكن التلفزيون هو أعتقد ما زال صندوق الدنيا. شكرا لكم, شكرا لحضوركم هذه الجلسة, وطبعا الجمهور إذا حابين يسألون ضيوفنا ممكن يسألونهم بعد الجلسة. شكرا ألبرت شفيق الرئيس في سي بي سي إكسترا على حضورك وتواجدك معنا, وشكرا يوهانس لارتشر مدير المحتوى الرقمي في خدمات شاهد دوت نت من MBC. Thank you all. شكرا. شكرا.